تزدحم المبادرات وتتنوع المباحثات بين الفرقاء الليبيين في محاولات متفرقه لراب الصدع والبدء مجددا في المسار السياسي نحو استقرار الاوضاع وحقن الدماء وايجاد صيغه توافقيه ترضي الاطراف المتصارعه فبينما تضيف مدينه بوزنيق المغربيه مباحثات ليبيه تتركز حاليا حول حسم مساله المناصب السياديه أعلن وفد التفاوض في ختام الجولة الثانية من مباحثات برلين استمرار جلسات الحوار سعيا لتوافق شامل بشان طرائق اختيار شاغلي المناصب السيادية. وسيعقد منتصف الشهر الحالي اجتماع لجنة الحوار السياسي في جنيف أو ربما في جزيرة جربة التونسية برعاية أممية لحسم قضية اختيار خليفة لفائز السراج. فضلا عن نائبين لرئيس المجلس الرئاسي ورئيس للحكومة الجديدة إلا أن هذه الجهود الحثيثة تبدو كما يسير في حقل للألغام فمجلس النواب في طرابلس الذي يضم ثمانين نائبا أعلن رفضه محاولات تهميشه في محادثات بوزنيقة بين المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق الموالي للجنرال خليفة حفتر والذي يضم ستة وعشرين نائبا فقط وعبر قاده عسكريون كبار في طرابلس عن رفضهم ما وصفوه بتقاسم المناصب بين برلمان طبرق والمجلس الاعلى للدوله فضلا عن ذلك فان اطرافا نافذه في الغرب الليبي تدعو الى انهاء المراحل الانتقاليه التي يدعو اليها عقيل صالح رئيس برلمان طبرق والبدء بدلا من ذلك في تنظيم استفتاء على الدستور ثم اجراء انتخابات رئاسيه وتشريعيه مباشره واقعا فان ممثلي الشرق الليبي لا يملكون تنفيذ ما سيتفق عليه في هذه المحادثات من دون موافقه حفتر الذي تسيطر قواته على الارض هناك فان حفتر بحسب مراقبين ربما يكرر ما فعله سابقا عندما افشل مؤتمر الحوار الليبي الذي كانت تعد له الامم المتحده اذ هاجم طرابلس قبل عشره ايام من موعد انطلاق المؤتمر وهو الامر الذي ربما ينسف كل تلك الجهود